رسائل إنسانية متنوعة تبنى إيصالها وتطبيقها على أرض الواقع برنامج تم الذي أتم عامه الثاني بروح المتمسكين بتقديم المكارم وفعل الإحسان بالشكل الذي يعانق طموحات الواثقين بسماع صوت عسر العيش الذي يعانون منه دون نداء نزولا عند مبدأ المتعففين من طلب الحاجة. أكثر من 500 شاب وشابة هبوا للتطوع رغبة منهم دون تردد نحو القيام بالواجب الذي يمليه عليهم الدين والمجتمع المتمثل بإفطار ما يزيد على 2000 صائم من عباد الرحمن المقيمين على أرض البحرين. احنا نهدف ان احنا نراوي الناس اثر البرنامج او الاهداف اللي احنا كنا نسعى حق تحقيقها طوال الموسمين من برنامج تم، فاعلنا عن فعاليه دعوه فيها عامه للمتطوعين اللي حابين يقدمون عمل الخير بدون ما نعلن عن التفاصيل. فالحمد لله تفاجئنا باكثر من 500 متطوع سجلوا في الفعاليه وحضروا معانا اليوم، وكان الهدف منها ان احنا نسعد اكثر من 2000 عامل في تجمع لهم هني في العدليه عن طريق تقديم وجبات الافطار وتقديم الهدايا قبل العيد. يعني فرسان راق لهم أن يكونوا جزءا من مسك الختام لعظيم الرسالة التي صلح مبتغاها، رسالة تحققت برؤية برنامج تم الذي أتم عامه الثاني بروح المتمسكين بتقديم المكارم والتعود على الإنالة دون منا. ففاعلو الخير كثر ولا يمكن حصر ذكراهم. التنويع في القضايا وان العفويه في كل شخص ممكن يلقى نفسه في قصه من قصص البرنامج وممكن يتاثر فيها، كان البرنامج واقعي وعفوي فعشان كذي الحمد لله قدرنا نوصل حق الناس. البرنامج كان له دور في انه يشجع شبابنا، وامانه هو كان مو بس شباب، الجميع موجودين من كل الاعمار كبار وصغار. وايد تاثروا من اللي قدم البرنامج، والحمد لله تأكدنا أن رسالة البرنامج وصلت لما شفنا هاي العدد كله موجود يحاب يساعد في أي شيء ممكن يقدم فيه. تم استجابة فورية تعانق طموحات الواثقين بسماع صوت عسر العيش الذي يعانون منه دون نداء نزولا عند مبدأ المتعففين من طلب الحاجة. حاجة وعتها فكرة برنامج يتبنى سياسة العطاء دون مقابل من أجل توثيق صور من التكاتف والتكافل والتعاضد المجتمعي دون النظر إلى حسابات المشككين بسمو الضمير وبقائه دوما على قيد الحياة. تدل على نشر ثقافة الخير والرحمة. سبحان الله، احنا يينا من غير ما نعرف بس معنى كلمة تطوع، فيينا نركض خلينا كل مهامنا اللي بالبيت ويينا ان نخدم مملكتنا الغالية. كل جانب تقدر تتطوع فيه، سواء في افطار صائم، سواء في مساعدة الاخرين، مد يد العون. التطوع هو تنمية للمجتمع. احنا جايين هني عشان نوزع اكل على العمال، احنا دورنا ان نعطيهم الفواكه ومستانسين وايد ان احنا متطوعين. اليوم تطوعت علشان نشارك معاهم. مثل ما تشوفون الاجواء جدا حلوه، لذه العطاء ما راح يحس فيها الا اللي جربها. لما تزرع البسمه، لما تساعد الناس، هذه اجمل شعور ممكن ان الواحد يجربه. لحظات اللقاء غير المتوقع التي اثر البرنامج على مراعاتها ترنو بقيمها إلى حدود لا نهاية لأمنياتها الواقعية التي فصلت بناء على نخوة المعطي وجوده وتفضل القابل للمعروف الذي أزدي له. هي لباقة في صنع الابتسامة على وجوه قابلت الإحسان بحسن الشاكرين لأفعال أياد بيضاء ألفت معاني المروءة والسخاء لنصرة معسرين في مساعدتهم. قصص جميلة تحكى. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.